بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تظلمات الثانوية العامة، لسه احنا في دوامة تالتة ثانوي واللي حصل معاهم والمجاميع اللي في الأرض، والأولاد مازال نفسيتهم تحت الصفر. القومي للامتحانات بيعلن موعد ظهورها. تعال نعرف مع بعض المركز القومي للامتحانات قال ايه بالظبط عن تظلمات الثانوية العامة وامتى هيتم إرسال النتيجة للطلاب. الدكتور محمد رمضان اللي هو مدير المركز قال موعد إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة إن شاء الله هيكون امتى؟ بعد الانتهاء من أعمال الفحص بشكل نهائي. يعني هيكون امتى برضو؟ قالك من المتوقع الانتهاء من اعمال الفحص والمراجعة نهاية الاسبوع الاول من شهر 9. يبقى في اخر الاسبوع الاول من شهر 9 ان شاء الله هيتم اعلان نتيجة تظلمات دفعة واحدة لجميع الطلاب. زي ما شفنا كانت في منشورات على الفيسبوك بتقول ان في طلاب زادوا في الدرجات، معرفش بقى هل منشورات فيك ولا حقيقة، ولكن في احد الطلاب ده اللي جاب النتيجة وفعلا بدل ما هو كان صفر في اللغة العربية اتحول وزاد ل62.5، وان شاء الله امل في التظلمات ان يكون في زيادة في الدرجات للطلاب.